للمعجزة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وجوه كثيرة. ففي الوقت الذي كان يستقل فيه الشعب سيارات الخنفساء، كان كثير من رجال الأعمال بعد الحرب يراهن على الشاحنات الصغيرة والقوية، فقد كان موزعو الفحم والخضر يراهنون على سيارة ماتادور. لقد تصورت سيارة ماتادور بصفة أخرى، سلسة ورشيقة الحركة وذات مظهر براق وبهيكل متألق، إلا أن ماتادور هذه بعيدة كل البعد عما تصورته، فهي شاحنة قوية ومخصصة للأعمال فقط. تعد سيارة ماتادور هذه أفضل سيارة أعيد تصليحها وترميمها. صنعت عام 1951 في مصنع تيمبو للسيارة في هامبورغ، وكانت تستخدم في نقل الخردة والتبن. بدأ رجل الأعمال أوسكار فيدال عام 1928 بصناعة شاحنات نقل صغيرة بثلاث عجلات تحت اسم تيمبو، وفي عام 1950 صنعت شاحنة النقل ذات الأربع عجلات ماتادور بمحرك رباعي الأسطوانات وبقوة 25 حصان. عندما يسمع المرء صوت المحرك الذي يعمل تحت المقعد يعرف أن الأمر متعلق بمحرك لفولكسفاغن. كان المحرك يركب هنا حتى عام 1952، وعندما قررت شركة فولكسفاغن صناعة سيارة منافسة لسيارة تيمبو ماتادور وهي سيارة بولي، توقف مدير شركة فولكسفاغن هاينز نوتهوف عن تزويد منافسه بمحركات الشركة، أمر يدعو للأسف لأن المحرك لم يعد له نفس الصوت السابق. تمتاز سيارة ماتادور بالجمال، وإذا نظرت النساء لهيكلها اللطيف وهي تسير في الشارع فإنها تثير إعجابهن. سيارة ماتادور مثيرة للإعجاب حقا، ولها مميزات تقنية حديثة، فهي سيارة ذات دفع أمامي كشاحنات اليوم الصغيرة. إنها سيارة أشغال بطيئة، ليس كذلك؟ فمن يسير بها في الشارع سيجمع الكثير من نقاط التعاطف معها، خاصة أصحاب الكلاب. يدعي بعض الأشرار أن واجهتها الأمامية تذكر بفم الملاكمة. في أسفل الواجهة الأمامية القصيرة لا يوجد المحرك، بل خزان الوقود. لذا ينبغي ألا يذهب المرء بهذه السيارة إلى اختبار التصادم ليرى أنه لن يتعرض لأذى. المحرك مثبت هنا خلف محور العجلات الأمامي، وهو محرك بقوة 25 حصانا. إنها ليست سيارة سريعة، إلا أن ناقل صناديق الجوع لا يحتاج لسرعة كبيرة. وكما ترون فإن الطلاء جديد نسبيا، لقد جرى ترميمها بجهد كبير في كاليفورنيا ويمكن قيادتها بسلاسة. سيارة ماتادور سيارة مخصصة للتجارة، فلنتوجه بها إلى العمل إذن. عثر المرمم الأمريكي خلال بحثه عن قطع غيار أصلية للسيارة في أنحاء العالم على صناديق جعة مليئة بقطع الغيار في إحدى مصانع البيرة البافارية، فحول السيارة إلى شاحنة نقل. تعد سيارة تيمبو هذه جزءاً من مجموعة تسايت هاوس في مدينة السيارات في فولفسبورغ. عند ترميمها تم التخلي عن كل الكماليات، فلا يوجد فيها ما لا ضرورة له. فقد كانت هذه السيارة وسيلة لنقل البضائع كالخردة والفحم من منطقة إلى أخرى. لا داعي للاستعجال لأنها ليست سيارة سريعة، إذ تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة. عندما توقف تزويد سيارة ماتادور بمحركات فولكسفاغن توقف تصنيعها، ولم تتمكن شاحنات النقل الأخرى ذات المحرك بشوطين أو أكثر من الحيلولة دون إيقافها عام 1955. عند النظر إلى مبادئ الأساسية لتصميم السيارة من محرك دفع أمامي ووزن خفيف ونظام عجلات أحادي، يمكن القول إن الشركة وفرت بداية الخمسينيات ما تحتاجه شاحنات النقل الصغيرة اليوم. لهذا تعتبر هذه السيارة معلما حقيقيا في تاريخ تصنيع السيارات، وكذلك محبوبة للغاية. سيارة ماتادور جزء من المعجزة الاقتصادية الألمانية بلا نهاية سعيدة،
لكن شهرتها ستبقى إلى الأبد.